بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون قاصدي بيت الله الحرام، حجاجا ومعتمرين ومصلين وراكعين وساجدين، هذه ليلة من أعظم ليالي الدنيا عند الله جل جلاله، ليلة عظيمة من الليالي العشر التي أقسم الله بها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال عز اسمه: والفجر وليال عشر. إنها ليالي عشر ذي الحجة التي أقبلت بغروب شمس هذا اليوم، فالليلة أولى ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهي من الليالي التي عظمها القرآن الكريم، فأقسم الله تعالى بها سبحانه: ويعلم كلكم أن الله إن أقسم بشيء من خلقه فإنما هو تنويها بشأنه وعظمة قدره عنده عز اسمه. وهذه الليالي العظيمة التي عظم الله شأنها وأقسم بها في كتابه الكريم جاءت أيضا معظمة في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، فحث أمته وندبها بقوله وبفعله بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام، فإنه القائل: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أمة الإسلام، معشر الحجيج، قاصدي بيت الله الحرام، أيا مسلمي هذه الأمة في كل مكان وزمان، أقبلت هذه الليالي العشر من ذي الحجة، وأقبل معها فضل كبير ورحمة عظيمة، ليال وأيام ملؤها الهبات والخيرات والبركات والنفحات. بلغ من بركتها وعظيم شأنها بعد أن أقسم الله بها في كتابه أن بلغت فضيلة العمل الصالح فيهن ما سمعتم، فيجد المسلم فيها فرصة للإقبال على رب كريم في أيام عظام وليالي مباركات. قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ولهذا يشرع لنا التكبير في هذه الأيام العشر، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. كبروا ربا عظيما في هذه الأيام العظام، واحمدوه سبحانه وتعالى كثيرا، ولتلهج ألسنتكم بكلمة التوحيد إثباتا لهذا الحق العظيم في هذا المقام العظيم في هذه الأيام المباركات العظيمة، معشر المسلمين. أيها الكرام، تبقى هذه الليالي وهذه الأيام بعظمتها وجلالة قدرها وعظيم ما أودع الله فيها، تبقى كنزاً مخبوءاً، وتبقى منجماً ثرياً، وليس أمام المسلم في اغتنام ما فيها من الخيرات إلا أن يقبل، فيأخذ من خيراتها ويغترف من كنوزها ويصيب من حسناتها ما شاء الله له، فلا يزهدن أحد فإنما يزهد على نفسه، ولا يبخلن أحد فإنما يبخل على نفسه، ولا يقصرن أحد فإنما الآفة تعود بتقصيره على نفسه. وليجعل المسلم له في هذه الأيام المباركات من عظمة نيته ومقصده، وعظمة اجتهاده في بلوغ طاعة ربه، وعظمة ما يحمل في قلبه من حرص ونية صادقة واجتهاد في إصابة أعظم ما أودع الله تعالى فيها. أمة الإسلام، ذكر الله سبحانه أفضل ما اشتغل به العبد واقترب به إلى مولاه، ويبقى في طيات العمل الصالح جنس كثير متنوع، ف
فقراءة القرآن عمل صالح، وصيام ما تيسر من هذه الأيام سوى يوم عرفة للحجيج ويوم العيد للأمة كلها أيضا من جنس العمل الصالح، والصدقة وبر الوالدين أحياء وميتين، والإحسان وصلة الأرحام وإطعام الطعام، والصلاة والذكر مطلقا من خير ما يتقرب به العبد إلى ربه. فانتهزوا جليل العمل الصالح، وأصيبوا من خيرات هذه الأيام وبركاتها ما تحزون به من الفضائل والخيرات والبركات. أيها المسلمون حجاج بيت الله الحرام، ألا تشرك بي شيئا، كلمة جاءت إلى أذن الخليل إبراهيم عليه السلام وهو يتشرف بمهمة عظيمة أكرمه الله بها وكلفه إياها، لما أمره سبحانه وتعالى ببناء البيت العتيق والكعبة المعظمة. قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ومكان البيت مكان الكعبة حيث بناها الخليل إبراهيم عليه السلام بمعية ابنه إسماعيل عليه السلام، ولما أتم البناء قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جاء التوجيه الإلهي الكريم: ألا تشرك بي شيئا. تدرون متى؟ منذ اللحظة الأولى التي بني فيها البيت العتيق، بل أمر فيها الخليل إبراهيم عليه السلام ببناء البيت، لما بوأ الله له المكان أي دله عليه وهيأه له وأرشده إليه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأ الله مكان البيت للخليل عليه السلام للبناء، وأتاه هذا التوجيه: ألا تشرك بي شيئا. لنفتح القلوب قبل الأعين جيدا أمة الإسلام على أن هذا البيت العتيق والكعبة المعظمة إنما بني أول مرة، وكان أساس التوجيه الإلهي على هذه القاعدة العظيمة التي قام عليها ميزان الخلق عند الله: توحيده سبحانه وإفراده بالعبادة وقصده وحده دون أي شيء سواه، ألا تشرك بي شيئا. قالها الله لخليل اصطفاه جل جلاله واختاره وأثنى عليه بخير الأوصاف. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذا الخليل إبراهيم عليه السلام بكل هذه الأوصاف والمناقب والمكانة العظيمة عند الله يأتيه التوجيه الإلهي: ألا تشرك بي شيئا. فلأنا وأنت عبد الله أحرى والله أن يقال لأحدنا إذا أما البيت الحرام وقصد البيت العتيق وأكرمه الله فأوفده وأتى به أن يقال له: ألا تشرك بالله شيئا. لا يظنن أحد أنها كلمة تقال لأولئك الذين تلطخوا بأوحال الجاهلية والشرك والوثنية، أو الذين ما زالت أعمالهم وعباداتهم تقع في فخاخ إبليس من الشرك وصرف العبادة لغير الله. أبداً، هذه كلمة تقال لأعظم الخلق توحيداً وقدراً رفيعاً عند الله، للأنبياء والرسل عليهم السلام وللخليل إبراهيم عليه السلام. أما قد سمعت قول الله لإبراهيم عليه السلام: ألا تشرك بي شيئاً؟ فمن ذا الذي يستنكف اليوم أن يقال له نصيحة وتذكيرا وتنبيها ألا يشرك بالله شيئا؟ وتجدون في ثنايا الدعوات إلى الرسل الكرام وعلى رأسهم نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، والله يقول له في آية تتلى إلى يوم القيامة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه قضية جعلت رسالة لكل الأنبياء: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك بالله أعظم الكبائر وأم الخبائث، الشرك بالله أكبر كبيرة يلقى بها عبد ربه يوم يلقى الله. شتان يا كرام بين عبد يموت على التوحيد ولو كان مقصراً مفرطاً في الواجبات غارقاً في الفواحش والمحرمات،
لكن قلبه ما تعلق يوما بغير الله قط، ولا صرف شيئا من العبادة في دنياه ولا مثقال ذرة قط، فلقي الله على توحيد خالص وقلب بنية صافية ما تعلق بغير مولاه وخالقه. شتان بين هذا وبين آخر يأتي وقد علق قلبه بكل واد وجعل لله شركا وليس شريكا واحدا، فأتى الله جل جلاله والشرك قد أحبط عمله، فلا ينفعه كثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا قرآن، لأن أولئك إنما جعلوا رهن أعمالهم تلك النيات التي أشركوا فيها مع الله. اسمع عبد الله، يوم القيامة الميزان عند الله ما أخبر الله به في كتابه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يغفر الله الزنا، الخمر، الربا، الكبائر، الفواحش، الآثام، نعم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن الشرك أبى الله سبحانه أن يجعل لصاحبه عند الله يوم القيامة نجاة ولا سلامة، وليس له إلا العقاب الذي توعد الله به. تدري لما؟ لأن الشرك بالله منازعة لله في أعظم حقوقه سبحانه وتعالى، حق إفراده بالعبادة، الذي خلق ورزق، الذي أوجد من عدم، الذي دبر الخلق، الذي رعى وأنعم وأعطى، الذي دفع ومنع، الذي أعطى وتكرم سبحانه. يأتي يوم القيامة عبد ضعيف فينازع الله في أعظم حقوقه وهو إفراده، يأتي مناقضا لأصل القضية الأساس التي خلق الخلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فيأتي الشرك بالله قاصمة الظهر يوم القيامة، فلا يبقي لصاحبه حسنة ولا برا ولا عملا صالحا يبقى له، ولن يجد شيئا من ذلك موفور الجزاء، لأنه قد أحبطه عياذا بالله بشرك علق فيه قلبه بغير الله، وصرف فيه عبادة ولو صغرت لغير الله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، يقولها ربنا عز وجل في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. وفي القرآن الكريم مرة أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث القدسي أيضا تأكيد لهذا المعنى الكبير والقضية الأم معشر المسلمين، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بهذا القيد: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ولو أتى الله بذنوب الأولين والآخرين، ولو جاء يوم القيامة وقد حمل على ظهره من الأوزار والسيئات والذنوب ما لو جعلت بعضها فوق بعض لبلغت عنان السماء، لا يملأ صحائف بل يملأ ما بين السماء والأرض ذنوبا وخطايا وسيئات، صغائر وكبائر ولمم، فواحش وذنوب ومعاصي، سرا وعلنا، جهرا وخفاء. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض بملء ما في الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا كرام، هذا النداء الإلهي الكريم لي ولك يا ابن آدم، لم تختلف حتى مع مقام الأنبياء والرسل عليهم السلام في النداء للخليل إبراهيم عليه السلام وهو على عتبات هذا الأمر الكريم في بناء البيت العتيق، هذه الكعبة التي تؤمون وحولها تطوفون وإليها في الصلاة تتجهون
وإليها قد هوت القلوب والأفئدة من جميع المسلمين. يقول الله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. إنها قضية التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دعاء ونداء واستغاثة وتوكلا، إفرادا لله عز وجل صلاة وطوافا ودعاء، إفرادا لله عز وجل تعظيما وإجلالا وتكبيرا، تعظيما لله عز وجل حبا يملأ القلب، وخوفا فيه هيبة العبادة ووجل المعبود سبحانه وتعالى. فيه ألا تشرك بي شيئا توحيد، فيه تعلق صادق برب واحد سبحانه وتعالى. ألا تشرك بي شيئا، هذه الكلمة التي بقيت نقرأها في كتاب الله في نداء الله للخليل عليه السلام، أضحت عنوانا كبيرا لكل من يقصد مناسك الحج من أمة الإسلام كل عام. أما جئت عبد الله؟ أما أكرمك؟ من أنت؟ أنت عبد مسلم. ولماذا أنت هنا اليوم؟ أتيت تلبي النداء. أما قلت في إحرامك من الميقات لبيك اللهم لبيك؟ تلبي ماذا؟ تلبي دعوة ونداء. أي دعوة وأي نداء؟ دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، والنداء للحج بالبيت العتيق، لما قال الله له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشون على أرجلهم، وعلى كل ضامر، يعني راكبين على الإبل والنوق التي أصابها الضمور والجوع من شدة التعب وطول المسير من كل فج عميق. أتيت تلبي هذا النداء؟ ولهذا قلت لبيك اللهم لبيك. أرأيت أنك تلبي دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام ونداءه الكريم بالحج إلى البيت الحرام؟ فإذ تقول لبيك اللهم لبيك، فكن على الوعد والعهد تلبي نداء من خليل كريم ونبي عظيم. بنى البيت وهو يبني، يقال له: ألا تشرك بي شيئا، هي دعوة للتوحيد، جئت تجيبها وأتيت اليوم تلبيها، فكن على العهد محافظا، وكن على تلبية النداء مقيما، أتيت تلبي فأوفي بالشرط ألا تشرك بي شيئا. من قدم إلى هذا البيت الحرام والقلب يرف شوقا وينبض تعظيما وإجلالا لهذه البقعة المباركة وهذا البيت العتيق، حق عليهم أن تمتلئ فيها الصدور توجيلا وتعظيما وإكراما لهذا البيت الحرام. ألا تشرك بي شيئا قضية أساس في خلقنا معشر العباد، وهي منزع الخصام والتنازع بين آدم عليه السلام وذريته من البشر، وبين إبليس لعنه الله وذريته ممن توعد بالغواية. على هذه القضية الأساس أقسم اللعين بين يدي رب العزة، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا الوعد من أجل صراع دائم قائم إلى اليوم وإلى غد وإلى قيام الساعة، يصارع فيه اللعين لإسقاط من استطاع من بني آدم وإلقائهم في حفر النار، من أكبر أبوابها عبر الشرك بالله جل جلاله. فيهوي أهل الغفلة والشرك بالبعد عن هذا الصراط. إن الله خلق بني آدم حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني حرفتهم عن الصراط المستقيم، فأوقعتهم في حفر النار وفي الكفر بالله والشرك بالله. أمة الإسلام، نحن أمة على التوحيد قامت رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى التوحيد بني بيت ربنا ألا تشرك بي شيئا، وعلى التوحيد أمرنا أن نقيم العبادة والشعائر لله سبحانه وتعالى، على التوحيد نصلي ونصوم، على التوحيد نحج ونعتمر، للتوحيد نطوف ونسعى. فتعالوا معي أمة الإسلام لنرى سويا كيف أن الحج الذي فرضه الله على العباد مرة في العمر يحقق في حياة الحجيج معنى توحيدهم لله، وأن النداء الإلهي الكريم ألا تشرك بي شيئا جاء لإرساء معاني التوحيد الخالص في حياة الحجيج. بنى الخليل إبراهيم عليه السلام الكعبة، ثم كان السعي بين الصفا والمروة لقصة تتعلق بابنه الرضيع إسماعيل،
وبزوجه هاجر، فكانت القصة بالسعي بين الصفا والمروة، وكان نبع زمزم، وكان رمي الجمرات امتدادا لقصة الخليل إبراهيم عليه السلام في رجمه للشيطان. فما مناسك الحج وخطواته إلا امتداد لهذه النشأة الكريمة للخليل إبراهيم عليه السلام على أساس التوحيد ومناقضة الشرك ومنافاته منذ بناء الكعبة وحتى شروع المناسك. فنأتي عرفة ومزدلفة ومنى، ونطوف ونسعى وندعو ونذبح ونحلق ونفعل كل خطوات المناسك لأجل إقامة هذا القصد الكبير هو التوحيد لله، لنعلم سويا أنه لا شيء في هذه الدنيا أعظم من قضية التوحيد، ولا كلمة في الدنيا أعظم من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنه من أجل هذه الكلمة خلقت السماوات والأرض، من أجل هذه الكلمة أرسلت الرسل عليهم السلام وأنزلت الكتب، من أجل هذه الكلمة ينصب غدا الصراط ويوضع الميزان، من أجل هذه الكلمة سيدخل فئام من الخلق النار وفئام يذهب بهم إلى جنة الرحمن، من أجل هذه الكلمة قامت سوق الجهاد وشرعت التضحية لأجل إقامة الدين، من أجل هذه الكلمة نعيش اليوم أمة الإسلام ثباتاً عليها ودعوة للعالمين إليها. فهلموا رعاكم الله، ننظر كيف شرع لنا الحج ليزرع في قلوب الحجيج معنى التوحيد الصادق والتعلق بالله سبحانه وتعالى. أول خطوة يشرع فيها الحجيج لربهم داخلين في هذا النسك قاصدين بيت الله الحرام هو الإحرام من الميقات. ولا يدخل مسلم مكة يعبر أحد المواقيت إلا محرما، والإحرام ليس هو ارتداء الإزار والرداء، هذا لباس الإحرام، لكن الإحرام هو قصد الدخول في النسك بأن تنوي بقلبك أنك تريد العمرة وتقول بلسانك لبيك اللهم عمرة، أو تقول لبيك اللهم حجاً أو عمرة متمتعاً بها إلى الحج، كيفما كان النسك الذي تلفظت به رعاك الله في الميقات. فإنك أعلنت ماذا؟ أعلنت ماذا؟ أعلنت شيئين واعترفت بهما في الميقات، وكأنه عهد التزمت به رعاك الله. أما أول الأمرين فأنك التزمت بنسك ابتدأته لا بد أن تتمه، نويت العمرة فلا بد أن تكملها ولا تتحلل منها إلا بطواف وسعي وحلق أو تقصير، نويت حجا يوم الثامن من ذي الحجة فيلزمك الإتمام ولا تتحلل منه إلا يوم العيد برمي جمرة العقبة والحلق والطواف والذبح لمن كان متمتعا أو قارنا، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله. هذا الأمر الأول. فما الثاني؟ الثاني التزامك بالتوحيد لله، وأنت أعلنتها في الميقات لبيك اللهم لبيك، ها لبيك لا شريك لك. عدنا إلى كلمة الخليل عليه السلام ألا تشرك بي شيئا، فتقول لبيك لا شريك لك لبيك، ثم تزيد هذا تأكيدا، هذا أنت رعاك الله قلتها بلسانك، ما قالها أحد نيابة عنك ولا لقنك أحد إياها، قلتها طوعا واختيارا بلسان ناطق وقلب صادق، عقلت المعنى وقلتها إقرارا واعترافا، ثم ازددت اعترافا. فماذا قلت؟ إن الحمد والنعمة لمن؟ لك، والملك لا شريك لك. أليست كلمات تقطر توحيدا خالصا لله؟ يا إخوة، النسك يعلمنا منذ أول خطوة نشرع فيها أن نعاهد الله على توحيد، وأن نقدم ملبين داخلين في النسك من بوابة التوحيد. فينزع العبد في تلك اللحظة كل شيء تعلق به قلبه سوى الله في الميقات. وسيأتيك إذا كنت قد فرغت من عمرتك رعاك الله، سيأتيك إحرام ثان بالحج يوم الثامن أو يوم التاسع،
وستقول مرة أخرى وقد نزعت لباسك وارتديت لباس الإحرام، ستقول ثانية لبيك اللهم حجا، وستعود إلى التلبية من جديد. انظر رعاك الله، هي لحظة تعلن فيها أنك عبد قد نزعت من قلبك كل شيء تعلق به سوى الله، أعني حبا وخوفا ورجاء، وأقصد التعلق الذي يعتقد فيه العبد نفع جلب نفع أو دفع ضر من سوى الله. يا رجل، كل ما في الدنيا حولك سبب، والأمر كله بيد الله. كل ما تراه حولك في الدنيا هي أسباب، لكن الله جل جلاله هو وحده القادر المدبر، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. كل شيء بيده سبحانه، له مقاليد السماوات والأرض، وبيده خزائن السماوات والأرض، وبيده الرحمة سبحانه، وعنده الأمر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو العليم القدير. عندها أعلنت في إحرامك، وستعلنها ثانية عند الإحرام بالحج، أنه لا شيء يتعلق به قلبك سوى الله، فتقول كلمة التوحيد تلبي بها لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وستكون لنا ليلة نجلس فيها على انفراد مع التلبية ومعانيها وكيف نعيشها، لكن الرجاء يا كرام ألا يلبي ملب، ألا يلبي ملب إلا وقد تواطأ قلبه مع لسانه في معنى ما يقول، وأن يكون معتقدا بقلبه تلك الألفاظ على الحقيقة والتمام، وأنه معترف صدقا أمام ربه أن الحمد له وحده، وأن النعمة له جل جلاله، وأنه المالك لكل ما في هذا الكون جل جلاله. جاءت كلمة التوحيد في التلبية تعليما لنا أمة الإسلام، لأن العرب في الجاهلية في الشرك كانوا يقولون في تلبيتهم إذا أرادوا الحج يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأبى الإسلام هذا. هذه توحيد لا يصفو له صاحبه، هذه تلبية لا توحيد فيها، هذه تلبية تقطر شركا. فرفض النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الأمة التلبية التي ينطق بها اليوم العرب والعجم على حد سواء. اليوم 1440 سنة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا زالت الأمة تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تلبي بها الأمة وتعلنها صراح، وتدوي بها منذ أن حج بها المصطفى صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع سنة 9 من الهجرة، فهي على التمام 1431 عاماً ما زالت أمة الإسلام تعلنها تلبية صافية بالتوحيد. هي تقتفي أثر الخليل إبراهيم عليه السلام الذي قال الله له ألا تشرك بي شيئا، ثم ماذا؟ أحرمت من الميقات، وها أنت ذا تسير قاصدا البيت العتيق، تتوجه إلى مكة، سواء كنت راكبا طائرة أو حافلة أو باخرة، تمر بك الساعات وربما الأيام حتى تكتحل عيناك برؤية الكعبة وتبلغ البيت الحرام. كل تلك الساعات خير ما تشغل بها وقتك وعملك حال الإحرام تكرار التلبية والاستكثار منها، هي خير ما يشغل به المحرم وقته، وأفضل أعماله حال إحرامه استكثاره من التلبية، لأنها حقيقة كلمة عظيمة عند الله. فنرجو والله معشر الحجيج أن تكون عظيمة عندنا في القلوب، أن تكون عظيمة في الألسنة ونحن ننطق بها. فإذا أتيت البيت الحرام وفرحت واهتز قلبك جلالا وعظمة وانتفضت مشاعرك ورأيت عظمة البيت الحرام فأقبلت تطوف به، فتعود إلى التوحيد من خطوة ثانية، تكبر وأنت ترى الحجر الأسود، تطوف 7 أشواط، أنت في صميم التوحيد لله، في طواف عبادة فريدة لا تؤدى إلا هاهنا أمة الإسلام. كل عباداتنا من صلاة وذكر وقرآن وبر وإحسان يمكن أداؤها في كل مكان، لكن أخبرني عن طواف
يدور بها المسلم حول شيء سبعة أشواط تعبدا وتعظيما وإجلالا، ليس إلا ها هنا في البيت الحرام، ليس إلا حول الكعبة فحسب، طواف في عبادة عظيمة يكتب لك بكل خطوة في طوافك، يكتب لك درجة وتمحى عنك سيئة وحسنة ترتفع بها في صحيفة أعمالك. ومن طاف بهذا البيت أسبوعا يعني سبعة أشواط ثم صلى ركعتين كان له كأجر عتق رقبة، كما يقول عليه الصلاة والسلام، إغراء وبشارات وتحفيز لعبادة عظيمة اسمها الطواف بالكعبة. في طوافنا نحن نعلنها توحيدا لله، هذا بيت من الذي تطوفون به؟ هذا بيت الله، هذه الكعبة المعظمة التي تبقى الدنيا ما بقيت، فإذا زالت الكعبة آذنت الدنيا بالفناء والزوال. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، تبقى حياة الناس قائمة ما بقيت الكعبة، فإذا هدمت الكعبة آخر الزمان فانتظروا الساعة. فطالما بقي البيت وحج الحجيج واعتمر المعتمرون فلا يزال في عمر الدنيا بقية. في طوافنا بالكعبة نعلنها توحيدا، ما الذي تقوله في طوافك سوى التكبير والتهليل والتحميد؟ ما الذي تكرره في طوافك سوى الدعاء والابتهال، سوى الرجاء والانكسار، سوى الذل والافتقار؟ أنت في صميم التوحيد في طوافك بالبيت. فإذا أتممت سبعة أشواط ابتدأتها بالحجر الأسود وانتهيت به، تتجه إلى صلاتي ركعتي الطواف، ومن السنة أن يقرأ فيها المصلي ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في الركعة الأولى أن يقرأ بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بسورة قل هو الله أحد، والسورتان يسميهما السلف سورتا الإخلاص، سورتان معناهما وقضاياهما التي فيهما آياتهما هي قضية التوحيد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. مفاصلة تامة لقضية الولاء والبراء وإعلان التوحيد لله. ها هنا ليس ثمة حلول في منتصف الطريق، ولا مساومة أو تفاوض على أنصاف الحلول، هنا توحيد خالص. قالوا يا محمد نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. تدري متى كان هذا التفاوض؟ كان في عز الأذى الذي يجده المسلمون الأوائل في مكة، وكان في ذروة الاضطهاد الذي يتأذى به المسلمون الأوائل بمكة، وحيث كان التعذيب والمساومة على ترك الإسلام في لحظة كان ينتظر فيها المسلمون فرجاً وتنفيساً من كربة كانت أحاطت بهم من أجل توحيدهم بالله. جاءت المفاوضة على أيدي كبراء قريش، يا محمد نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، وينتهي النزاع ونفض الخصومة وتبقى علاقة يسودها الاحترام المتبادل بهذا التقارب في الأديان. فنزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى قوله لكم دينكم ولي دين. هل هو إعلان باستمرار الصراع؟ لا، لكنها سنة الله الباقية إلى يوم الدين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وتقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد، ثلث القرآن، توحيد خالص، ثناء على الله، اعتراف، تنزيه، هذا توحيد الأسماء والصفات، تنزيه الله عن الوالد والولد وعن النظير والشبيه والكفر، تعظيم صادق لربنا العظيم جل جلاله. هذا التوحيد الذي نقرأه في سورة الإخلاص عقب سورة الكافرون في ركعتي الطواف تأكيد على معنى التوحيد ومناهضة الشرك وإبائه. فرغت من الطواف وصليت ركعتيه، إلى أين تتجه؟ إلى المسعى، إلى السعي بين الصفا والمروة. وأول كلمة تقولها وأنت ترقى الصفا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. ثم تستقبل الكعبة رافعا يدك، تكبر
قائلا دعاءه عليه الصلاة والسلام. واسمع الدعاء، ليس طلب جنة ولا استعادة من النار، لكنها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ما هذا إلا مزيد تأكيد على المعاني التي يعيشها الحاج في كل خطوة من المناسك، عودة إلى التوحيد وإعلانه ورفض الشرك وإبائه، تقولها على الصفا وعلى المروة في كل شوط من الأشواط السبعة، تكررها وتدعو بينها. ثم ماذا عساك أن تفعل بين الصفا والمروة تذهب وتأتي في كل شوط؟ ليس هو إلى الدعاء والابتهال والافتقار والسؤال، هو ذل يعني حقيقة العبودية والاعتراف لله بالوحدانية. تتم السعي سبعة أشواط، فإذا فرغت تحللت بتقصير أو بحلق إن كنت متمتعا أو معتمرا بعمرة لا حج معها. فإذا جاء الحج معشر الحجيج وعدنا مرة أخرى إلى الإحرام، عدنا إلى تأكيد معنى التوحيد وتأسيس قضية ألا تشرك بي شيئا. تحرم بالحج يوم الثامن أو يوم التاسع، فإذا ذهبت إلى منى فأنت تؤدي ما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تملأ يومك يوم الثامن تكبيرا وتلبية وذكرا ودعاء، هو أيضا توحيد خالص. فإذا جاء يوم عرفة، وما أدراكم ما يوم عرفة؟ اليوم الذي ينتظره الحجيج بفارغ الصبر، تهوي إليه قلوبهم وتضطرب له أفئدتهم وتخفق له جوانحهم شوقا وتعظيما ورغبة في بلوغه. يأتي الحجيج يوم عرفة ليشهدوا يوما من أعظم أيام الدنيا عند الله، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام. يوم عرفة يوم الفوز، يوم المطالب، يوم اللقاء، يوم الفرح. يوم عرفة ليس يوما يفرح فيه الخلق بالخالق، بل يباهي به الخالق جل جلاله ملائكة السماء، يباهي بهم من أهل الموقف يوم عرفة، أنا وأنت وجموع الحجيج. وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، كما عند مسلم وفي رواية غيره، فيأتون شعثا غبرا، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. يوم عرفة يوم عظيم، ينتظر فيه الحجيج أن تغرب الشمس فينفر من يوم عرفة وكأنما شهدوا مخاضا عجيبا. والله إن يوم عرفة لأشبه برحم كبيرة يشهد مخاضا عجيبا كل عام تولد فيه الملايين من جديد. أما قال عليه الصلاة والسلام رجعك يوم ولدته أمه، كأنهم يولدون يوم عرفة. عرفة هناك تحط الخطايا، هناك تبيض الصحائف، هناك تعتق الرقاب، هناك ينال المنى، هناك تحقق الحاجات، هناك تستجاب الدعوات. يوم عرفة يوم العطاء يوم الكرم. إذا جئت يوم عرفة وأكرمك الله وفتحت قلبك وتوجهت إلى خالقك وجعلت نصب عينيك حاجاتك ومسائلك ومطالبك ودنياك وأخراك ووالديك وأولادك وكل قضاياك، ما عساك أن تقول وما عساك أن تذكر؟ ما عساك أن تتذكر وما عساك أن تنسى؟ ساعات اعصر فيها كل ما في قلبك وأخرجه بين يدي الله. مهما قلت مهما دعوت تذكر قوله صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والله لا أعظم من حاج يوم عرفة نظر الله إليه فرآه يعلنها توحيدا لربه، واستمع إليه خالقه فإذا هو يتمتم بكلمات التوحيد يعلنها، يملأ بها صحيفته، ينتظر أن تثقل بها كفة ميزانه يوم يلقى الله. يوم عرفة أدع بما شئت، لكن احرص على أن تملأ دقائق عرفات وساعاتها بكلمة التوحيد، فإنها خير ما تخرج به يوم عرفة.
هذا نص قوله عليه الصلاة والسلام، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي. يا كرام، عادت كلمة التوحيد يوم الحج في عرفة في أعظم موقف، في أعظم ركن، في أعظم ساعة يتجه فيها العبيد إلى الرب جل جلاله. قد ارتفعت الأيادي وامتدت الأعناق وشخصت الأبصار وذرفت العيون ووجلت القلوب، وتلك اللحظة لا أعظم ولا أفضل ولا أجل من أن تقول تلك اللحظة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحج رحلة تغسل فيها القلوب بماء التوحيد صدقا والله. الحج رحلة لا يمكن أن تبقى فيها في قلوب المسلمين الحجين ذرة من شرك أو تعلق بغير الله أو اعتقاد نفع أو ضر في غير الله سبحانه وتعالى. يفضي الحجيج بقلوبهم إلى ربهم يوم عرفة، فإذا فرغوا وخرجوا متجهين إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، فإن الله يقول سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. يأمرنا الله ونحن خارجين من عرفة متطهرين من الذنوب حائزين العفو فرحين بالعتق من النار، يأمرنا الله عز وجل أن نعود إلى ذكره وإلى استغفاره. تدري لما؟ لأن العبد عبد والرب رب سبحانه. لأنك مهما ذهبت وأتيت، هبطت أو نزلت، صعدت أو انخفضت، لا تزال عبدا ولا يزال ربك ربا عظيما. حقه أن يذكر أن يعظم، وحقك أن تستغفر وأن تعترف بذنبك وأن تبوء بإثمك وما جنته يداك. واستغفر الله في مزدلفة تلهج بالذكر والدعاء. فإذا أصبحت يوم العيد، واليوم يوم عيد يوم العاشر، والأمة كلها تفرح من الشرق إلى الغرب، في كل بلاد الإسلام ينتظرون صبيحة العيد، ينتظرون صلاة العيد، ينتظرون أضحية العيد، ينتظرون حلوى العيد ولباس العيد واجتماع العيد وصلاة العيد، وينتظر الحجيج يوم منى يوم العاشر متجهين إليها من مزدلفة، يرمون جمرة العقبة، يرمون جمرة العقبة مكبرين الله. هناك يستبدلون ذكرا بذكر، يتركون التلبية يغادرونها إلى ذكر عظيم هو تكبير الله، الله أكبر مع كل حصاة يرميها. فإذا فرغ من السبع الحصايات التي يرميها عند جمرة العقبة لزم التكبير، لأن اليوم عيد وما بعده أيام التشريق، ولا يزال يكبر ويهلل ويحمد الله. يكبر من؟ يكبر ربا عظيما. أليس ربا كبيرا هذا الذي غفر لعباده يوم عرفة؟ أليس ربا كبيرا هذا الذي أعتق رقابهم من النار؟ ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. لا تدري والله ولن تحصي والله كم رقبة أعتق ربك يوم عرفة. أليس ربا كبيرا هذا الذي غفر للعباد ولا يبالي؟ أليس ربا كبيرا الذي أعتق رقابهم ووعدهم بحياة جديدة عنوانها الطهر والصفاء والتوحيد الخالص؟ يكبرون الله بدموع أعينهم، إي والله يكبرون ربا عظيما أكرمهم أوفدهم، أتى بهم من بيوتهم من بلدانهم إلى بلده الحرام، أتى بهم من الشرق والغرب، آتاهم المال والصحة والعافية وسهل لهم الأسباب وفتح لهم الأبواب، أكرمهم وأتى بهم فطافوا وسعوا، أكرمهم فأتوا منى وعرفة ومزدلفة، ها هم يوم العيد يرمون جمرة العقبة يعلنون تكبيرهم لله. هذه رحلة توحيد خالصة والله. يحلق رأسه يسمي الله، يذبح هديه وأضحيته يسمي الله، يأتي يطوف طواف الإفاضة يعود إلى خطوات التوحيد بالتكبير والتهليل والدعاء والذكر والاستغفار واللجوء إلى الله والافتقار إلى ما عنده من فضل وكرم وعطاء. رحلة الحج عنوانها توحيد، فالله الله، لا يبقى في قلب مسلم في رحلة حجه وقد فرغ منه شيء من متعلقات القلب لغير الله عز وجل. تبقى أيام التشريق بمنى، وهي التي يقول عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. فإذا جلس الحجيج بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر
وانصرف المتعجلون وزاد المتأخرون ليلة الثالثة عشر، ليس لهم في منى من أعمال الحج سوى شيئين، المبيت ورمي الجمرات، وما عدا ذلك فدقائق وساعات ملؤها التكبير والتهليل والتحميد وذكر الله وقراءة قرآن وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل صالح وتنافس في البر، رحلة ملؤها إقبال على الله كيفما كان، من أي باب توجه إلى الله. إن فتح الله لك باب القرآن فأقبل عليه فإنه كلامه، إن فتح لك باب الاستغفار فهنيئا لك، جعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وإن فتح الله عليك في باب التأمل والتدبر في القرآن فمرحى وطوبى لك. إن فتح الله لك بابا من أبواب العبادة الأخرى مثل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا لك، تكفى همك ويغفر ذنبك. انظر إلى أي باب يفتح لك تجد فيه قلبك حاضرا، اشتغل به واستكثر منه أيام منى، فإنها أيام ذكر كما قال عليه الصلاة والسلام. يعيش الحجيج بمنى لا شغل يشتتهم ولا صارف يبعدهم، قد لزموا منازلهم ومساكنهم وخيامهم بمنى، ليس له إلا أن يرمي الجمرة فيعود، ثم يبقى هناك ملازما لذكر الله. تالله إنها أيام تغسل القلوب، لأنها قد صفت، لأنها قد ارتقت وسمت، لأنها قد حلقت بإيمان وطهر ونقاء وصفحة جديدة بيضاء، وقد غفر الله لها وهي تطرب لهذا الأمر، وهي تأنس بذكر الله في تلك الأيام المعدودات كما سمى الله عز وجل. أيام تنقضي تباعا، يخرج منها الحاج يرجع إلى مكة ينتظر طواف الوداع، فإذا حان موعد الرحيل أتى البيت الحرام وطاف الوداع، وبملء الدموع والأشواق التي استقبل بها الكعبة لما دخلها بمثلها يغسل بها قلبه وهو يغادرها. عاش أياما بمكة والمشاعر العظام في رحلة الحج خطوة بخطوة، قضى فيها مناسكه على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يتقفى أثر النبوة ويؤسس لمعنى التوحيد. تدرون لما فرض الله الحج مرة واحدة في العمر؟ وغيره من أركان الإسلام يتكرر، فالزكاة مرة كل عام، وصيام رمضان 30 يوما كل سنة، والصلوات الخمس 5 مرات في كل يوم وليلة، مع أن الصلاة أعظم أركان الإسلام وآكدها وذروة سنامه وهي راية الإسلام الخفاقة، لكننا نحتاجها 5 مرات في اليوم والليلة. تدري لما كان الحج مرة واحدة في العمر فحسب؟ لأن المرة الواحدة كافية بأن تعيد صياغتك من جديد وتعرف الطريق إلى الله. المرة الواحدة كفيلة بأن تؤسس في داخلك معنى التوحيد إلى الله، وقد عرفت معنى هذا التوحيد الخالص بخطوات المناسك. الحج رحلة تترك فيها الديار والأهل والأولاد، تترك فيها الدنيا والتجارة والعمل والأسواق، ويتجه الناس إلى وقت مستقطع من العمر والحياة يعيشونها رحلة عبادة إقبالا على الله. إن لم تكن رحلة محفوفة بمقاصد هذه العبادة، مليئة بها، عامرة بما أراد الله للحجيج من أجله أن يقصد هذا البيت، فما تحقق لنا المراد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فهمت الآن ما معنى بناء البيت على أساس التوحيد؟ فهمت الآن على أي معنى وبعد يمكن أن ينتقل فيه فهم المسلم لمراد الله جل جلاله من أن تكون هذه القضية الأم والعتبة الأساس التي يدخل منها كل من أراد هذا البيت الحرام؟ جئت عمرة؟ جئت حجا؟ طيب ماذا عنك ما إذا لم تكن قد أتيت قبل لا حجا ولا عمرة؟ أتظن أنك لا حظ لك في هذه المعاني أبدا؟ ألست تتوجه إلى الكعبة في صلواتك كل يوم 5 مرات؟ مهما كنت في شرق الأرض أو غربها ثمة شيء يربطنا بهذه الكعبة، وأراد الله
أن تكون قبلتنا في الصلاة إلى الكعبة لأجل بقاء هذا المعنى مرتبطاً في عقائدنا. ما هو؟ ألا تشرك بي شيئا. كلما توجهت إلى الكعبة في الأذان في الصلاة، كلما توجهت إلى الكعبة في الدعاء، كلما توجهت إلى الكعبة في أي شأن من شؤونك، حتى ولو نمت على جانبك الأيمن مستقبلا القبلة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك والله تستلهم هذا المعنى الكبير ألا تشرك بي شيئا. ارتبطت الكعبة في بنائها وتأسيسها ورفع قواعدها على هذا المعنى، معنى ألا تشرك بي شيئا، حتى إذا مات ميتنا ودفناه في قبره وجهناه إلى القبلة لأجل الإعلام بهذا المعنى. ليس التوجه إلى القبلة صورة شكلية، ليس التوجه إلى القبلة رسما أجوف لا معنى له، التوجه إلى القبلة رمز ديني يربطنا في الإسلام بهذا المعنى العظيم، بهذا الأصل الأصيل، التوحيد لله عز وجل. فلا تملوا سماعها ولا تستكثروا من طرقها، فإن الله قد قالها لمن هو خير منا جميعا لأنبيائه ورسله عليهم السلام، وأمرنا أن نحتذي حذوهم وأن نقتدي بهم وأن نتأسى بسبيلهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ألا تشرك بي شيئا، قال الله بعدها: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهر بيتي، أمر الله بتطهيره. قال مجاهد وقتادة: طهر بيتي أي من الشرك. وقال عامة المفسرين: هذا توبيخ لكفرة قريش، كانوا جيرانا للحرم لكنهم دنسوه بأعظم دنس، وهي الأصنام التي نصبوها حول الكعبة. فجاء الإسلام لتطهير ذلك كله. دخل عليه الصلاة والسلام عام الفتح سنة 8 من الهجرة والكعبة تحيط بها الأصنام، وهو صلى الله عليه وسلم يضربها بعود في يده فيلقيها لتتكسر تتهاوى، هي وجاهلية العرب التي نصبتها، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. لن نقول إنه أسس التوحيد عليه الصلاة والسلام عام الفتح، بل جدده وأعاد إلى الكعبة رونق التوحيد وصفاء العقيدة الذي كانت عليه منذ البناء ورفع القواعد على يد الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام. ولولا أن ما فعلته العرب وجنته بهذه الجناية على البيت الحرام وتلطيخه بالوثنية، فإنها احتاجت إلى تجديد توحيد ببعثة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عاد إلى البيت الحرام صفاء التوحيد، وكانت الصفا والمروة كانت تقع عليهما بعض أصنام قريش إساف ونائلة، فتحرج بعض الصحابة من السعي بين الصفا والمروة، فنزل قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ألا يجد حرجا فيما كانت عليه الأمور في الجاهلية من سعيهم بين الصفا والمروة مترددين بين صنمين قد نصبتهما قريش عليهما كما نصبتها حول الكعبة. فجاء التطهير وجاء التوحيد. فرض الحج سنة 8 من الهجرة، سنة 9 من الهجرة، ولم يحج صلى الله عليه وسلم إلا سنة 10، وكان تأخير الحج لأمور منها استقباله الوفود عليه الصلاة والسلام عام 9، ومنها أنه أرسل أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج ذلك العام، وقاد ركب الحجيج أول ركب في الإسلام رضي الله عنه. ثم بعد ارتحاله ومسيره من المدينة نزل صدر سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الآيات:
ثم بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما على إثر مسير أبي بكر، فأدركاه وأعلن تلك الآيات على الناس بالموسم في مكة. بعث أبا بكر وأمره أن ينادي ألا يطوف بعد اليوم بالبيت عريان وألا يحج بعد العام مشرك. أراد عليه الصلاة والسلام تطهير البيت الحرام والكعبة والمشاعر من بقايا الوثنية التي كانت العرب قد تلطخت بها. فلما حج عليه الصلاة والسلام كان على صفاء التوحيد الخالص، ما بقي للشرك ولا للوثنية أدنى شائبة، فكان التوحيد النبوي وكان الحج المحمدي في أبهى صوره وإشراقاته يقطر توحيدا وتعظيما لله. حج عليه الصلاة والسلام وكان يقول لتأخذوا عني مناسككم، طاف راكبا ليرى الناس كيف يطوف، وأتى عند الموقف بعرفة وكان على ظهر ناقته القصواء ليرى الناس ماذا يفعل، يرمي الجمرات راكبا ليرى الناس ماذا يصنع. في كل خطوة يقول لتأخذوا عني مناسككم، حج بينهم عليه الصلاة والسلام، أخاهم، شاركهم، ماشاهم، كان بينهم بين الوفود بين الجموع، يقول لهم السكينة السكينة في النفرة من عرفة، ويأتيه الضعفة يطلبون الرخصة فيأذن لهم، ويأتي الرعاة وأصحاب العمل فيستأذنون في المبيت بمنى فيرخص لهم، يحج معهم عليه الصلاة والسلام. إنما فعل ذلك كله ليس لأصحابه فقط 120,000 الذين حجوا معه، بل والله لهم ولمن جاء بعدهم ولي ولك ولكل مسلم، كان يعلمنا كيف يحج من يحج، كيف ينبغي أن يكون القلب المسلم إذا أكرمه الله فجاء البيت الحرام. من كتب الله له الحج وأكرمه بالوفادة وأذن له بالقدوم في رحلة فليكن ملؤها صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته اليتيمة الفريدة. ما ملء حجه عليه الصلاة والسلام سوى التوحيد الخالص، سوى إعلانه معنى الانقياد لله والتعلق به والطمع برحمته والتعلق بأذيال الرجاء في تلك المواقف العظام، في عرفة، في مزدلفة، في منى، في الطواف عند الكعبة، في السعي عند الصفا والمروة، كلها مواقف والله وتالله ما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا افتقارا لربه وذلا ومسكنا، إلا بكاء وخضوعا ودموعا، وهو الذي ما تعلق قلبه بغير ربه قط عليه الصلاة والسلام، ولا رجا يوما غير ربه سبحانه وتعالى، ولا سأل غير الله، لكن كان يعلمنا كيف نحج إذا جئنا نحج في أي عام من الأعوام حتى نلقى الله عز وجل. وطهير بيتي قال مجاهد وقتاده من الشرك والوثنية، وقال غيره التطهير عام، يعني طهر بيتي حسا ومعنى، فيشمل ذلك التطهير من الشرك والبدع والخرافة، ويشمل ذلك التطهير من النجاسات والأوساخ والقاذورات، يبقى البيت الحرام على معنى التوحيد والطهر والنقاء. أما تطهير البيت حسا فقد كفانا القائمون على البيت الحرام، كتب الله أجرهم، كفونا هذا المعنى في تطهير البيت الحرام وتهيئته لمن يصلي ويطوف ويسعى ويعتمر ويعتكف، لئلا يجد إلا ريحا طيبة ونظافة فائقة وطهارة تبعث على ما في القلب من مشاعر الطمأنينة. لم يبقى إلا الطهارة التي في قلبي وقلبك، الطهارة المعنوية، وهي الأهم والله. ما عساه أن يفعل كل تطهير إن لم تكن القلوب طاهرة. تدري ما وسخ القلوب؟ وسخ القلوب تعلقها بغير الله، هذا والله وساختها. ولو لبسنا أنظف الثياب، قلب وسخ قذر، ذاك الذي ملئ تعلقا بغير الله، أو نظر إلى غير الله، أو انصرف إلى غير الله، أو سأل غير الله. إي والله، لكن مهما كانت رثاثة المظهر واتساخ الثياب، فأكرم به من قلب نقي طاهر إذا كان ذا توحيد، ولا عرف إلا ربه، ولا رجا إلا إياه، ولا سأل سوى الله سبحانه وتعالى.
يا كرام المعنى هذا كبير متسع، لن يسعه والله مجلسنا هذا ولا أضعافه من أجل أن ندرك أن قضية كبيرة هي قضية التوحيد أساس الخلق. وجاء الحج إلى بيت الله الحرام لإحياء هذا المعنى. أنا أدرك أن بعضنا، ربما كنت أنا أو أنت، ربما كان في شيء من مراحل نشأته أو صباه وطفولته أو شبابه وكهولته، ربما تأثر ببيئة نشأ فيها فنشأ على خطأ في المعتقد أو جهالة في بعض العادات، وتعلق قلبه ببعض العبارات أو ببعض الممارسات أو ببعض العبادات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد.